أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. آيات متعددة في القرآن الحكيم وكذلك في السنة المطهرة روايات كلها تشير إلى حقيقة واحدة، والحقيقة هي أن الأعمال الإرادية جزء منها مرتبطة بالله وجزء منها مرتبطة بالإنسان، ولذا يصح نسبة ذلك العمل إلى الله ويصح نسبة ذلك العمل إلى الإنسان. يصح نسبة ذلك العمل إلى الله تارة وإلى الإنسان أخرى. إذا قتلت أنا إنسانا تصح النسبة إلى الله، قتل الله زيدا وتصح النسبة إلي، أما إلى الله فلأن الله هو الذي سبب الأسباب، وأما إلي فلأني أنا باشرت العمل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أصحاب رسول الله هم القاتلون، لكن الله يقول إن الله سبحانه وتعالى هو سبب قتلهم، لأن الله هو الذي أعطى اليد وخلق السيف يعني المعدن وجهز هذا الجهاز في الإنسان حتى يتمكن أن يقتل الكافر. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت، يعني يا رسول الله أنت رميت لكن أنت ما رميت. الرسول رمى باعتباره المباشر، والله رمى باعتباره أن الله خلق الرسول، خلق السهم، خلق القدرة، خلق الطاقة، خلق الفكرة، فتمكن الرسول من الرمي. وما رميت إذ رميت، ولذا الله الهادي. أنا أهدي إنسانا لكن الله الهادي، أنا أضل إنسانا لكن الله المضل. فرعون أضل قومه لكن الله أضلهم، ولذا في آيات متعددة نسبة الضلال إلى الله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لأن فرعون الذي ضل قومه وما هدى أجهزته ممن؟ أجهزته من الله. فالله مضل باعتبار أنه خلق الأجهزة، والفرعون مضل باعتبار أنه باشر، كما نقول يزيد قاتل الحسين والشمر قاتل الحسين وابن زياد قاتل الحسين وعمر بن سعد قاتل الحسين. شمر لأنه المباشر، عمر بن سعد لأنه الآمر، يزيد لأنه الآمر الأكبر، وابن زياد لأنه الآمر الأوسط، فكلهم قتل. وصحيح هذا الشيء. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الآية وهذه الآيات التي هي بمساقها والأحاديث التي تنسب الأمر إلى الله تارة وإلى الإنسان تارة أخرى، كلها تبين شيئاً، وهو أن الله يعمل بسبب. يعني أنك لو جلست على الله يعمل بلا سبب فإنك على خطأ. الله يحفظ لكن بسبب، الله يزرع أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لكن بسبب، الله يقتل بسبب، الله يغلب بسبب، الله يعمل لكن بسبب، كلها أسباب. فكل إنسان لا تأخذ بزمام الأسباب
هذا الإنسان سلفاً لا يتقدم، لا أكثر ولا أقل من هذا. هنا اليوم نريد التعليق الديني في طبيعة الحال على انغلاب المسلمين عن اليهود، لأن هذه الأيام هذا المؤتمر المعروف كامب ديفيد وما أشبه، وقسم راض وقسم ساخط. إننا لا نريد أن نتكلم حول هذا الموضوع عن الوجهة العربية بطبيعة الحال، لأننا لا نعتقد بالقومية العربية أبدا، وإنما نريد أن نعلق على هذا الموضوع من الوجهة الإسلامية. لماذا غلب اليهود المسلمين 30 سنة والمسلمون 800 مليون واليهود 20 مليون على قول مشهور؟ لأن إحصائية اليهود مجهولة، على المشهور هم في كل العالم 20 مليون وفي إسرائيل أقل من 3 ملايين. لماذا حاربوا فغلبوا وحاربنا فغلبنا وسالموا فغلبوا؟ مؤتمر كامب ديفيد سلم، وسالمنا فغلبنا، ولا حرب ولا سلم غلبوا، ولا حرب ولا سلم فغلبنا. هل هذا معجزة؟ وهل اليهود أجنة؟ وهل اليهود ملائكة؟ مع العلم أن أكثر عددا 800 مليون، وأكثر مالا، المال الموجودة في البلاد الإسلامية حقيقة غريبة جدا، غريبة، أموال النفطية وغير النفطية. ومع العلم أننا مبدأنا تقدمي ومبدأهم رجعي وتأخري، ومع العلم أننا نحيط بهم إحاطة، لأن الجيش إذا أحاط بشيء وبجيش آخر معناه الطبيعي أن يغلب. أنا في الحقيقة فكرت في أن له 10 أسباب، وما دامت هذه الأسباب موجودة فاليهود موجودون وفي توسع وقوة، وما دامت هذه الأسباب مفقودة فينا فنحن في تأخر وضعف. ولو 100 سنة ولو 1000 سنة مو دليل. ما هي الأسباب؟ ننقل بعضها في هذا اليوم وبعضها إن شاء الله في الجمعة القادمة، لأن الوقت لا يستوعب أن نذكر كل الأسباب. اليهود بكلمة صغيرة نشرحها الآن، أخذوا بما كان المسلمون وقرآنهم أمر به، والمسلمون اليوم تركوا ما كان قرآنهم ورسولهم أمر به، فصارت عندهم القوة بأخذهم أسباب قوتنا نحن، وصار عندنا الضعف بتركنا أسباب قوتنا نحن. يعني بيدي مسدس فأنا أقوى من هذا الإنسان اللص، أخذ المسدس من يدي صرت أنا أضعف وصار هو الأقوى، خذ المسدس من يديه مرة ثانية فأنت الأقوى وهو الأضعف. الأسباب نحصرها في 10، وقلنا نذكر بعضها اليوم وبعضها إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا وفقنا. الشيء الأول، إننا أمة نعيش بالأماني، وهم أمة يعيشون بالعمل، والله في القرآن قال لنا هذا الشيء لكن هم أخذوه. الله قال في القرآن ليس بأمانيكم، التقدم ليس بالأماني، بالأمنية، بالرجاء، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. أنا بالأماني أصير عالم، أنا بالأماني أصير مؤلف، أنا بالأماني أصير وزير، أنا بالأماني أصير تاجر؟ لا، صديقي ذهب ودرس ليل نهار حتى تخرج دكتور، وأنا جلست في البيت، أنا عندي أماني وهو عنده ماذا؟ العمل، هو صار دكتور وأنا بقيت هكذا. إننا أمة نعيش على الأماني وهم أمة يعيشون على العمل، الله قال لنا هذا الشيء لكن هم أخذوه.
رئيس اليهود الذي هو مؤسس الدولة الإسرائيلية، وتصويره موجود في المنجد، في مؤخرة المنجد، اسمه هرتزل، وعنده لحية طويلة، هذا قبل 100 سنة تقريبا. هو مؤسس دولة إسرائيل، والذي أخذ يدور في البلاد الغربية وغير الغربية لعيش تأسيس دولة إسرائيل منذ 100 سنة، هرتزل. هذا الرجل قيل له: كيف فكرت في دولة إسرائيلية مع العلم أن في نصوصكم المقدسة أن المسيح يأتي ويركز دولتكم، لأن هم ينتظرون المسيح، ومع العلم أنتم منذ 4000 سنة من زمان موسى عليه الصلاة والسلام مطاردون ومشردون، 4000 سنة مطارد، ثم فكر في إقامة دولة. في الحقيقة هذا رجل عبقري وأكبر من عبقري. وثم نصوصهم الدينية تقول إن دولتهم تقوم على يد المسيح. قال الجواب: إني كنت يؤلمني تأخر اليهود في العالم، فكنت أطالع كثيرا في سبيل إنقاذ هؤلاء، وكان من جملة ما طالعت القرآن للمسلمين حتى أرى سبب قوة المسلمين، لأن الإنسان المتأخر دائما يريد الفحص عن السبب، حتى وجدت هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فعلمت أن الموضوع ليس بالأماني، أمنية المسيح يأتي ويقيم لنا دولة، الموضوع بالعمل. ففكرت في العمل الجاد ونجحت. هذه آية قرآنية، نحن تركناها وهم أخذوها. والحقيقة أن تركنا لها واضح. الآن نحن أمة 800 مليون نعيش بالأماني، الذين هم عملاء الاستعمار والشرق والغرب، اتركوهم، لا، الذين حقيقة يحبون شوكة الإسلام، عظمة الإسلام، نهضة الإسلام، تقدم الإسلام، هؤلاء يعيشون بالأمان. هذا السبب الأول. الأمان يجب أن نبدلها إلى طاقات وأعمال. أكو فرد رجل مسيحي مصري يسمى سلام موسى، كتبه منتشرة في كل البلاد الإسلامية وفي غير الإسلامية أيضا، كتبه مترجمة. هذا الرجل هذا مسيحي، مسيحي مصري، ومات وعنده تقريبا 30 كتاب، وأنا طلعت كتبه على ما فيها منا مربوطات، طلعت كتبه لعلها مرتين، لأنه بقلم شيق كاتب كتبه، 30 كتاب تقريبا ما أشبه عنده. أما بعض كتبه فقط عن طالعتها مرتين أو 3 مرات من أولها إلى آخرها. هذا الرجل يقول: كنت في فرنسا وأنا جالس في مقهى، فصار الكلام حول السياسة، وتكلمت أنا سلام موسى الرجل المسيحي حول سياسة مصر، فقال لي أحد الجالسين: أنت أين تسكن؟ قلت: في مصر. فقال لي ذاك الرجل الفرنسي: اسكت، ليس لك حق الكلام، وإنما يجب أن يتكلم حول السياسة أسيادكم البريطانيون. يقول: من قال لي هذا الكلام؟ في كتابه يذكر، يقول: من لما قال لي هذا الكلام، ومن قال لي هذا الكلام، من زمان قال لي هذا الكلام. فورا أخذتني الحمى وأخذت أرتجف، وذهبت إلى البيت، وصنعت هذه الكلمة معي صنع القنبلة، وابتليت بالتدرن الدموي إلى أيام حتى يئست من نفسي، يعني أنه أخذت أقذف الدم من تأثير هذا الكلام علي. قال: أن أسيادكم البريطانيون يجب أن يتكلموا، مو أنتم، لأن أنتم مصريون مستعمرون، لا حق لكم في الكلام. هذا الرجل بهالاندفاع تمكن أن يؤلف ما نشر تآليفه في أغلب البلاد الإسلامية، ودخل تآليفه في الإذاعة وفي التلفزيون وفي كل الكتب المدارسية الإسلامية، اسم سلام موسى موجود. لماذا؟ لأنه هذا كان تؤلمه الكلمة، كلمة ولا ألمته. أما إنسان إذا قيل له 100 كلمة
يؤلس ولا يؤثر ولا تؤثر الكلمة فيه شيء، هذا بطبيعة الحال ما يقوم يألف وما يقوم يجود في التأليف ويطالع ويقول هو في كتابه، يقول أنا يوميا بعد هذه الكلمة كنت أقوم قبل أذان الصبح ولا أنام إلا نصف الليل حتى أقدم أمة المصري على اصطلاح، قبل أذان الصبح كنت أقوم ونصف الليل كنت أنام حتى أدفع هذه الوصمة عن جبين مصر على اصطلاحه. في كتبه يذكر هذا، يعني في كتابين له، قسم في كتاب وقسم في كتاب. الأمانة لا تقدم الإنسان، شو واضحة، والله قال واليهود طبقوه ونحن تركناه. هذا السبب الأول. السبب الثاني القوة، ونوجز بطبيعة الحال لأن الوقت لا يسمح، وإلا كل واحد من هذه الأمور يحتاج إلى فرد يوم أو أكثر من التكلم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل البلاد الإسلامية مجتمعة لا تصنع سدس سلاح إسرائيل، سدس 800 مليون ما يصنعون 100 قطعة من السلاح، وثلاث ملايين في داخل إسرائيل أقل يصنعون 600 قسم سلاح. إيش بيهم هؤلاء؟ مسألة 800 مليون فلوس ما عندهم عدهم، فهم ما عندهم عدهم، حكومات ما عندهم عدهم، عالم ما يشوفوا يشوفوا، مو أصدقاء الشرقيين والغربيين، أصدقاء الشرقيين والغربيين، مربوطين بالدين مو مربوطين بالدين، حتى نقول الدين تمنعهم عن السلاح، يمنعهم عن السلاح، وإذا كانوا مربوطين بالدين الدين يأمرهم بالسلاح. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نحن المسلمين مفاخرنا اشترينا السلاح، أي مفخرة يحتاج بسط صفعة يحتاج. وإسرائيل وحدها في هالدولة الصغيرة ذات المشاكل الملايين تصنع 600 قسم سلاح، اقرأوا شوف. لهذا في الحقيقة من الحق أن يتقدموا. الله سبحانه وتعالى مو مع الكسالى، الله مع العاملين. هسه العامل الكافر أو العامل المسلم، الناس خذلوا الحسين، الحسين قتل، الناس نصروا ابن زياد، ابن زياد انتصر في يومه، لأن الدنيا دنيا أسباب. الله في القرآن قال أنا مو معكم أيها المسلمون الكسالى ولا مع اليهود إذا كانوا كسالى، قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، الدنيا للعاملين، يهوديا كان، مسيحيا كان، امريكيا كان، روسيا كان، فرنسيا كان، شيوعيا كان، ملحدا كان، الدنيا مع هؤلاء بإمداد الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. عطاء الله مو ممنوع. أذكر أنا في زمان عبد السلام عارف هذا الرجل، وكم مثله في البلاد الإسلامية، يأتي بهم الاستعمار وثم يذهب بهم الاستعمار. هذا فرد ضابط ينقل لنا، يقول على أنه إحنا كنا فرد وفد كبير، ذهبنا إلى فرنسا لنشتري منها السلاح لأجل محاربة إسرائيل، سوينا السلاح قائمة، قدمنا القائمة إلى وزير الدفاع الفرنسي، يقول نظر في القائمة وشاف في القائمة من جملة الشيء الذي نريد أن نشتريه منهم فتيلة القنبلة، فتيلة الآن قنبلة وعد فتائل قسم من القنابل يشعلون الفتيلة فتثور القنبلة، يقول من جملة هذا بابا، قال هذا شنو تقصدون به؟ يقول احنا موفد على ارفع مستوى، وزير الدفاع كان ويانا وجملة من الضباط أركان الجيش كذا، قال هذا شنو تقصدون من وصل إلى هذه الكلمة؟ قلت فتيلة القنبلة. قال العراق ما تصنع فتيلة القنبلة؟ قلنا لا. قال عاد شلون تحاربون يا إسرائيل؟ فتيلة القنبلة ما تصنعوها؟ شلون تحاربون إسرائيل؟ يقول كلنا خجلنا، لكن خجلوا تداركوا إلى اليوم لا. ومن قال لك إنهم تداركوا فهو كاذب. المهم أن نشتري أربعة صواريخ، خمس طائرات، فتيلة قنبلة، 10 قنابل، هذا هو عمل ماكو، كل تهريج ودعاية في الإذاعات والصحف هذا هو، ولا هذا هو يتقدم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هم أخذوها
مو نحن نحن تركنا. هذا شيء واضح. هذا الثاني، أسباب القوة التي هم أخذوها. وأنا أعتقد إذا 100 انقلاب يصير في البلاد الإسلامية، ما دام أنهم يأخذون بأسباب هذه القوة نفس الشيء، أكو فرق. كانوا يقولون فاروق خائن، بعدين عبد الناصر إجا هم خائن، بعدين عمر السادات إجا، وهذا اللي تعرفه. كانوا يقولون ملك فيصل خائن، بعدين ذاك إجا عبد الكريم هم خائن، بعدين عبد السلام إجا هم خائن، بعدين عبد الرحمن إجا هم خائن، بعدين هؤلاء الذين تعرفونهم. لأن المنهاج نفس المنهاج، ما في فرق في المنهاج، الفرق في الكراسي وفي الأشخاص فقط. أنا كنت جالسا في الكرسي، بعدين زيد جلس، بعدين عمرو جلس، بعدين خالد جلس، أما الغرفة نفس الغرفة، والزولية نفس الزولية، والدواشك نفس الدواشك، وكلنا نفس الشيء. تغيير ماكو أبدا، في هل صدى التغيير. الشيء الثالث الذي اليهود أخذوا به ونحن تركناه، وهو في قرآننا ومن أولياتنا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. الآن حقيقة شوف المسلمون 100 تفرقة أكو عندهم، التفرقة اللونية، التفرقة اللغوية، مو في صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة مو معيار في قانون الدول، التفرقة الحدودية حدود، والتفرقة ما أدري كذائية، والتفرقة الكذائية، 100 تفرقة أكو. بل صحيح بالإذاعات يقرؤون هذه الآية، لكن القراءة لا تنفع. أما اليهود عربهم عجمهم هنديهم تركيهم كبيرهم صغيرهم ملحدهم شيوعيهم، لأن هم يهود عندهم شيوعيين، دينيهم كلهم يد واحد. إسرائيل كيف تكونت؟ يهود إيراني، يهود كويتي، يهود مغربي، يهود فرنسي، يهود أمريكي، يهود روسي، يهود بريطاني، يهود أسباني، يهود عراقي، لموا كما أمر الإسلام. أما نحن لا تذهب إلى العراق لأنك أجنبي، بينما هو عربها. إذا ما قالوا هذه الكلمة له أيضا يعرقلوه، ليروح. وولد في بلدك هذا لازم يطرد من هذا البلد لأنه أجنبي. معلوم هؤلاء يتقدمون، أحد الأسباب يقدم أولئك، فكيف بكلها مجتمعة؟ فرد قصة فرد مرة ذكرناها أظن في المسجد. الحقيقة هذه القصة لا تروح عن خاطري أبدا. كان عندنا في كربلاء فرد نداف الله يرحمه اسمه أحمد النداف، هذا كان نداف المعتبرين وصديقنا أيضا. هذا ينقل قصة في أيام قبل 30 سنة القصة، فكيف هذا اليوم؟ هو كان من عادته أنه العرس إذا يصير في مكان لهم الناس يروح في البيت ويخيط لحف ودواشك وبردات وما أشبه، يعني هذا الشخص المحترم يروح حلة، يروح بغداد، يروح بصرة، يروح كربلاء، يروح نجف، أماكن المحترمة. وكان يصنع الخيم أيضا، الشخص الوحيد كان في كربلاء حسب ما أعلم هو هذا الرجل. يقول ذات مرة طلبوني قبل 48، يعني قبل إخراج اليهود من العراق، يقول طلبوني في بغداد فالتاجر يهودي أن أصنع لهم دواشك واللحف لأجل عرس بنته. هذا اليهودي التاجر، يا تاجر يهودي كان في الشورجة. يقول رحت في البيت، بيت ماكو فيه أحد، بيت كبير كأنه عائلته مكان آخر في الدخلان، وهذا براني مثلا وحديقة وكذا، وجاب لي كل الأشياء وأخذت أندف وألحف وأصنع، ماكو إنسان. يقول فرد مرة سمعت فرد صوت رجل إيراني جاي يغني، تصورت أن هذا الرجل الإيراني اللي يغني هذا راديو. سمعت شوية شفت هذا مو صوت راديو، صوت إنسان، لكن شو يسوي إنسان إيراني في هذا المكان؟ قلت لعله من الجيران. فصحت عمو، عمو تعال، منو أنت شنو؟ يقول نزل من الفوق، يبين في نفس البيت نزل فرد واحد إصفهاني شاب إصفهاني، واللباس ملابس ملابس إصفهانية مال الدهاتيين مالهم اللي شايفه، ملابس إصفهانية دهاتية. يقول ظننت أنه البستاني لهم،
يعني يزرع الحديقة مالهم. الإيرانيين كانوا بكثرة يعملون هذه الأعمال. يقول قلت أنت شو تسوي هنا؟ قال أنا النسيب لهذا اليهودي. دهاتي ريفي إيراني من أصفهان نسيب لهذا اليهودي التاجر الكبير في سوق الشورجة وهو عجم وذاك عرب بغدادي. يقول ضحكت على عقله قال لا والله أنا نسيبه وهذا اللحف والدواشك كله إلي. ما قال الشيء كذا يضحك على عقله. هو التاجر اليهودي يوم يأتي إلي حتى يشوف عندي حاجة ما عندي حاجة. قال لي على أنه شنو تريد؟ قلت فلان شيء فلان شيء فلان شيء. ثم قلت له عندي سؤال تفضل. قلت هذا اللحف والدوشك ولو هذا فضولي مني، لكن هذا بدك تريد تزوجها إن من تطيها؟ قال شلون؟ قلت القصة هكذا وهكذا وهكذا. يقول التاجر البغدادي ضحك قال صحيح هو نسيبنا. أي مناسبة هو نسيبك؟ هذا أقرباء الضلاء مو أقربائنا. قلت بأي مناسبة؟ قال الحقيقة إحنا اليهود ما عندنا أقرباء وأبعداء، إحنا اليهود كلنا من موسى وحدة واحدة، لا فرق بين كلنا نحن. قلت بأي مناسبة؟ زين كلكم اليهود وحدة واحدة أي مناسبة؟ قال هذا اليهودي هذا الشاب في أصفهان في أطراف أصفهان في فلندا، هذا يجي في العراق وجاء وعرف نفسه ولا تجار شورج اليهود مجمع اليهود، لأن اليهود أينما كانوا يسوون لهم مجمع. وإحنا حققنا رأينا صحيح هو يهودي ونسبه صحيح، لأن اليهود يعتمدون على النسب، دينهم مو دين تبشيري وإنما دينهم دين قومي يعني لقومهم فقط اليهود. حققنا. فالتجار قالوا أحدهم يعطيه بنته والآخرين نساعده بأموال التجارة نجعله تاجرا. أنا قدمت وأعطيه بنتي والتجار الآخرين قالوا أعطيه فلوس وبعدين يرجع لنا وقت اللي صار تاجر. ثم توجه إلي أحمد النداف، يقول توجه ذاك اليهودي التاجر الأصفهاني تاجر البغدادي لي. قال أما تقول لغة، لغة مو مهمة، وأما تقول هو إيراني خلق إيراني، نحن اليهود وحدة واحدة. وأما تقول هو فقير، لأن في أثناء كلامي قلت أنه فقير، قال إحنا كنا فقراء تاجرنا صرنا أغنياء وباشر هذا يصير غني. لاحظوا القصة الصغيرة التي مباشرة أنا أنقلها من بطلها، بطل القصة وهو أحمد النداف. حقيقة عندنا هالشكل شيء حقيقة. فكروا ليه تقولوا فلان إنسان صنع؟ من الممكن فلان إنسان يصنع، لكن هذا عمل فردي مو عمل على صعيد المسلمين ككل. ماكو هذا الشيء أبدا. هم عندهم اتحاد وبالاتحاد أحبوا، أما نحن عندنا مئة شكل تفرقة، تفرقة حدودية وتفرقة لغوية وتفرقة لونية وتفرقة عنصرية وتفرقة ما أدري شنو، مئة شكل تفرقة. من الطبيعي أن البلاد العربية بلها كل الإسلامية ما يتبكلون قوم إسرائيل، لأنه في أول يوم الرسول لماذا تقدم؟ الرسول تقدم بهذا الأسلوب لكن هم أخذوه. والناس كانوا ذاك اليوم مختلفين، الرسول تقدم عليهم. الآن اليهود متحدين والمسلمون ضدهم مختلفين، هم يتقدمون. لا الرسول صنع سحرا ولا اليهود صنعوا سحرا، وإنما سبب الاتفاق والاختلاف هو الذي قدم وأخر. أي يوم رأيتم أن إيران والعراق ومصر وسوريا ولبنان والسعودية الناس يأتون ويرحون وكلهم أمة واحدة، ما تقول أنت عندك إقامة هنا وما عندك، عندك جواز أو ما عندك، عندك دعوة أو ما عندك، صدق ذاك اليوم ننتظر على اليهود. وإلا لا حرب عبد الناصر لا مؤتمر كيم ديويد ولا مئة شيء آخر ولا ألف مؤتمر فلس دعاية وتهريج فقط. بفلسطين ما يعتقدون المسلمين، بالقدس ما يعتقدون المسلمين، كل المسلمين يعتقدون خطب الإمام، لكن تطبيق أكو. الإمام قال لمالك الأشتر حين ولاه مصر أنه ازرع أراضي مصر كلها، في كلمة أجمل من هذه الكلمة بطبيعة الحال، أنا أبين معنى الكلمة مو لفظ الكلمة، ازرع أراضي مصر كلها
جورجي زيدان في تاريخ التمدن الإسلامي يقول: المزروع من أرض مصر في زمان الإسلام أكثر من المزروع من أرض مصر في زماننا. جورجي زيدان يقول: التراكتورات وما أشباه الوسائل الحديثة كل شيء، هذه كلها لم تزرع أراضي مصر بمقدار ما زرعته الإسلام، زرعها الإسلام. كذلك العمران واسط مدينة بين بصرة وبين بغداد، وبهذا السبب يسمى واسط. المؤرخون ذكروا واسط ابتدأت مدينة صغيرة قرية ثم توسعت، وفي ظرف 20 سنة كان لها 8000 شارع عام. هذا منهج الإسلام كان العمران وإلى غير ذلك. راجعوا المؤرخين شوفوا العمران، يهود أهل عمران، المسلمون أهل كذب، إصلاح الزراعي وخبصة وفلاليح وتصفيق وتلفزيون الراديو كله كذب. لأنه كنا نحن يقولون مولى نصر الدين، هاي فرد قصة ولطيفة، يقولون مولى نصر الدين كان قاعد مع جماعة، كل واحد قال أنا في شبابي كنت كذا والآن انحطت حالتي وأنا شيخ. مولى نصر الدين قال: أبدا، ما انحطت حالتي وأنا شاب وأنا شيخ. قالوا: كيف؟ قال: لأن في الصخرة أكو كبيرة طن هناك جنب الدروازة مال المدينة، أنا في شبابي ما كنت أتمكن أشيلها، إذا ما أتمكن أشيلها. حقيقة لاحظ العراق كمثل، كل هالتهريج 20 سنة ليس إلا كذب. كل الأراضي التي كانت بؤرة بؤرة إذا ما صارت أزيد. مرحوم كاشف الغطاء الله يرحمه أظن في كتابه الميثاق العربي الوطني، عنده كتاب صغير اسمه الميثاق العربي الوطني، هو يسب العرب ويهاجم العرب ويقول العرب أي صفات حسنة ما عندهم. أنا أنقل، يقول: فرص صفة حسنة عندهم فقط وهو أنهم أمناء مخائنين. يقول: والدليل على ذلك أن الدجل والفرات يصبان في بلادهم ما يشيلون منا قطرة حتى يخرجان من بلادهم، هاي صفة الحسنة عندهم مخائنين هم. حقيقة شوفوا غير كذب والدجل والدعاية والتلفزيون والراديو والصحف والجمعية ونقابة وإصلاح الزراعة وخبصة، كل ذلك أخير شيء حتى التبن نستورده من الخارج. تبن شنو؟ نستورده من الخارج. يهود أهل عمل، أهل عمران، المسلمون الصادقون الثوريون منهم كاذبون. هذا هو خلاص. فرد قصة يذكرها محمد الغزالي في كتاب الله، راجعوا. محمد الغزالي عنده هواية كتاب، أكثر من 20 كتاب عنده، ولو أن بعض كتبه غير جميلة لأنها متأثرة بالوهابية، لكن بعض كتبه جميلة أيضا جدا حقيقة. محمد الغزالي يقول في كتابه، هو يذكر أسباب تقدم اليهود عليهم، ما القسم قبل 20 سنة الكتاب، يقول: كانت أرض بيننا وبين إسرائيل المغتصبة، أرض كبيرة، أفرض فرد 1000 فدان، هذه الأرض كانت مستنقع محل وقوف الماء، مستنقع يعني محل وقوف الماء، وهذه الأرض كانت تبعث، هذا المستنقع كان يبعث على البق والمرض، لأن تعلمون البق هو سبب المرض، والأفونة والرائحة الخبيثة والطحالب المنتشرة على الماء، طحلب هذا الشيء الأخضر يسمى طحلب. يقول: محل الأفونة والكسافة هذه القطعة، وهذه القطعة كانت في زمان فلان وزمان فلان وزمان، ويعد. يقول: حتى أخذ إسرائيل فلسطين وغصبها في 48. هذه الأرض يقول من جملة الأراضي المغتصبة التي اغتصبها إسرائيل. يقول: أنا فرد مرة مريت على هذه الأرض، شفت الإسرائيليين جايبين 100 من هالسيارات الشفافة التي تشفط الماء، تمتص الماء، سيارات كبار أكو تمتص الماء، وهذا الماء يمتصوها بسرعة هائلة، ويروحون يديروها فلان مكان، فرد منطقة،
يذبوه. يقول مررت مرة ثانية على الأرض، يقول في كتابه، يقول محمد الغزالي، يقول مررت مرة ثانية شفت كل الماء شافطي، هذا الماء اللي مو معلوم 100 سنة 200 سنة 50 سنة، مبعث العفونة والميكروب والوسخ والبق. مرة ثانية مرت شفت جايبين مئات السيارات من الرمل والتراب، لأن أرض كلش كبيرة، ويملؤونها بالأرض والتراب ويصفونها. يقول في كتابه مررت على هذه الأرض مرة ثالثة، وفرض في ظرف 5 سنوات 3 سنوات مثلا، مناسبة لأنه هو في القاهرة، لكن كان يمر هناك مثلا إلى صديق إلى زيارة. يقول رأيت أنهم واقعين في هذه الأرض دق بالعمران، بين بناء قصور، بين جر الشوارع، بين حدائق، بين تراكتورات. هذه المرة الثالثة. ومررت عليها مرة رابعة وإذا هي جنة وقصور تفوح منها الروائح الطيبة. هذا المكان الذي كان مبعث للوساخة والعفونة والأمراض والميكروبات. قطعا هؤلاء ينجحون في الحياة. الذين رأوا إسرائيل والذين كتبوا أحوال إسرائيل يقولون لا تجد شبر في إسرائيل غير مؤهل، إما مؤهل فعلا وإما في صدد التأهيل للمعمل، للمصنع، للمزرعة، للمتجر، للجهاز الحربي، للكذا، كلها هكذا. فهل أناس هكذا وأناس في قبالهم هكذا يتقدم هذا الأناس على أولئك الأناس؟ خلص. وهذا كلها قلنا لنا يعني كلها في الإسلام، لكن المسلمون تركوها، مو بس الحكومات تركوها، حتى الشعوب تركوها، حتى الشعوب تركوها في الحقيقة، قسم حكومات استعمارية بالقوة، قسم الشعوب أيضا. لذا من الواضح ومن الأكيد أن أولئك يتقدمون. فرد مسلم ينقل هذا نقلا شفاها مو في الكتاب شفته، يقول أحد الأفلام متحف، الإنسان وقت اللي يروح للمتحف كلكم رايحين للمتحف وشايفين المتاحف، خذ متحف كبير أفرض فيه 100,000 قسم شيء، يمر على المتحف في ساعة ساعتين للساعات ويروح. يقول أحد المتحف متحف أحجار، لأن المتحف أشكال، متحف طيور، متحف أسماك، متحف حيوانات، متحف تصاوير، متحف زوالي، متحف أحجار. يقول أحجار منوعة وملونة، جايبين من كل مكان، ما أدري قال في أي بلد من بلاد الغرب. يقول شفت أنا أول ما دخلت المتحف شفت فرد واحد واقف جايبه أثر الصخرة، أثر الصخرة شايلها وجايبه وعها ويخلي مناظر، وفرد أقول شايب يباوعها. يقول أنا رحت دورت، خوف يشوف مو مهم. يقول دورت في المتحف فرد ساعة ساعتين وباوعته، رد أخرج، وقت اللي رد أخرج شفت نفس ذاك الشايب هذا الحصوة بيده وجاي يدقق فيها ويطلعها. يقول قلت له عمي شنو هنا واقف؟ قلت والله أنه فضولي من عندي، لكن أريد أستفسر أستفهم شنو هنا واقف؟ قال على أنه أباوع هذا الحصوة. قال إيه أدري، يعني أنا قبل ساعتين دخلت أشوف المتحف وأنت قلت باوع هذا الحصاد، هذا الحصاد 5 دقائق برؤيتها أو أقل من 5 دقائق، بينما أنت الآن ساعتين واقف تباوع الحصاد. يقول ضحك قال أنا يهودي أجلكم الله، وأنا الآن مو ساعتين، أنا 5 سنوات يومي شغلي هذا من الصبح آتي إلى الظهر أبوع القطعة، وأنا بعد مو شبعان منها، أنا أفحص فيه 5 سنوات جاي وأبوع هاي، قلت 5 دقائق وفضل في أمان. هذا جنوب لبنان هم قبل أن يستولوا عليها ويسيطروها دزوا طائرات وتصاوير وكاميرات حتى يشوفون جنوب لبنان شنو يصير، بينما أنا أذكر الآن 30 سنة يصيح إذاعة لبنان وصحف لبنان وأي حكومة على النهر الليطاني. النهر الليطاني، نهر الليطاني شنو؟ فرد نهر يريدون يكربوا، هذا هو لا أكثر ولا أقل، 30 سنة على النهر الليطاني، بينما الذين قرأوا الصحف رأوا على أنه في هال4 أيام اللي هم كانوا في جنوب لبنان سووا طرق 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 طرق، يعني طرق أسفلت، طرق تبليط سووا، وهذول 30 سنة يريدون كرب نهر. أنا شفت في العراق بعد، أنا حقيقة كنت أقرأ في صحن الحسين عليه الصلاة والسلام عند مدرسي ألف بيت تيف
وعمري ذاك الوقت قبل 42 سنة، عمري 8 سنوات 7 سنوات ذاك الوقت، أنا الآن عمري ما يقارب 50 عام. وصحن الحسين خراب، وإلى اليوم صحن الحسين خراب، إلى اليوم 40 سنة و 42 سنة اللي أنا أذكر، لعل إذا فرج شايب وعمره 60 سنة يذكر 50 سنة خراب، ودائما تعميرك بأمه نائمه. شنو هذا؟ غير محزنة في الحقيقة؟ والرئيس الفلاني جاي يعمر، كلب دجل، لكن هؤلاء الكذابون الدجالون هم الذين هم في قبال إسرائيل، لا أكثر ولا أقل. إسرائيل في جنوب لبنان ينزل 6 شهور ويعبد الطرق ماله ويحقق على أنه هل هنا صالح الشنو، هنا صالح الشنو، هنا صالح الشنو، هنا صالح الشنو، حتى إذا أخذه في المستقبل يعرف كيف يصنع به. لكن صحن الحسين مع الوارد الرحم للأوقاف في العراق 42 سنة وعلى ما كانت، إذا مو أسوأ، وكل تعمير، وفلان حجي، فلان تاجر، وفلان حكومة، فلان رئيس الحكومة، هذا يتصخر مسخرة حقيقية، مهزلة مهزلة. هؤلاء يتقدمون على إسرائيل. الله يرحمه كان عندنا صديق في كربلاء اسمه مصطفى خان، هذا الرجل كان له نوع من الحكمة والوزن. قال لي هو، قال قلت لعبد السلام عارف، لأن صديق عبد السلام كان أيضا، قال قلت لعبد السلام عارف أنت تريد تحارب إسرائيل؟ قال إيه. قلت أنت لا تقدر على شيخ عشيرة، ولا مصطفى شيخ عشيرة، ما قدرت عليه، تقدر على إسرائيل؟ والذين قدروا على إسرائيل يجب أن تعلموا، والذين قدروا على مولى مصطفى ما كانوا هم. ها محمد حسن الهيكل كتب في كتابه، وقروا كتابه، وكتابه وزع في كل البلاد، يقول على أن كيسنجر هو الذي قضى قصة مولى مصطفى البرزان. يقول كيسنجر نزل في طهران ونزل في بغداد وشاور مع هؤلاء في قصة حتى أنهى قصة برزان. راجعوا كتابه، وكتابه مطبوع منتشر في البلاد، محمد حسنين هيكل. يعني وقت اللي مصطفى خان قال لعبد السلام أنك لم تقدر على شيخ فكيف تقدر على إسرائيل، كان صادق. وأخيرا هو لم يقدر على شيخ، غيره تمكن على شيخ، مو هو، وإنما هو تهريج وسجن وتبعيد، هذا هو يقدر عليه. الحقيقة إننا سلمنا حربنا، لا سلمنا ولا حربنا، كلها كذب، كلها كذب. لأن أسباب قوة مو موجود، وأسباب القوة كلها ذكرها الله في القرآن الحكيم، وبينها الرسول وطبقها الرسول تطبيقا، وذكرها علي وذكرها الأئمة وطبقوها، لهذا كانوا أقوياء. أما اليوم نحن رافضين، صحيح عندنا صلاة وعندنا صوم وعندنا حج وعندنا خمس وعندنا مدرسة دينية كما يرزى الرسول الأعظم، إذن صحيح، لكن بهذن الأشياء ما تقدم الرسول، إذن لها مقامها، والمكبرة لها مقامها، والمصباح له مقامه، والكونديشن له مقامه، كل شيء له مقام. نحن في الحقيقة إذا عملنا، ولا تقولوا هذا تكليف رؤساء الحكومات، لا تكليفي أنا، تكليف الشيخ، تكليف الشيخ، تكليف السيد، تكليف الأخ، تكليف الشيخ، وعلى هالمعدل كل إنسان بقدره، كل إنسان بقدره يجب أن يفضح أسباب تأخر المسلمين، وأن يبين أسباب تقدمهم في التأليف، في المنبر، في الإعراب، في المجتمع، في الشيء الذي هو يأتي من يده، لأن كثير من المسلمين يأتي من يده في الحقيقة، شيء وشيء وشيء يأتي من يده. فإذا عملنا كلنا، إسرائيل أردن فقط تتمكن أن تقف في قباله، أردن فقط، لأن أردن 3 ملايين، إسرائيل 3 ملايين، خلاص. أردن، سوريا، ولبنان، وفلسطين، ومصر، وبلاد العربية، معمر القذافي، وما أدري هواري بومديا، وأحمد حسن البكر، وميت واحد آخر ما يقدرون عليه. بينما حقيقي إذا أردن عملت بالإسلام فقط، أردن، أردن، مو محتاجة، هي تقف أمام إسرائيل وتغلب عليه. لماذا تغلب عليه؟ لأن الإيمان أيضا زيادة،
فإذا أخذ كلانا بأسباب الحياة وكان عندنا زيادة إيمان نغلب عليه لا شك فيه. أما سائر الأمور تعارفات ومؤتمرات واقتصاديات وصحف وما أشبه، إذا أخذنا بأسباب الحياة نتقدم، وهذه أربعة منها، وإن شاء الله أكو ستة أخرى نذكرها في الأسبوع الثاني. ويجب أن نتذكر أيضا ما استحللنا به المجلس من قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، لكن الله قتلهم بأسباب مغيبيا، ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت، رميت الله رمى، ما تقول ما رميت لكن الله رمى، شوفوا وما رميت إذ رميت، يعني أنت أخذت بأسباب الحياة الله أتمها، وما رميت إذ رميت ولكن الله الرمى. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.